كارثة صحية وبيئية تهدد منطقة الصبية الثانية في قضاء الخضر بمحافظة المثنى، كارثة جعلت المنطقة غير صالحة للعيش بسبب وجود مبزل قرب منازل السكان يستعمل لتصريف المياه الثقيلة، معرضا المنطقة لشتى أنواع الأمراض، رغم مطالبات السكان للمسؤولين بإيجاد حل لمشكلتهم المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات. صارت امراض عندنا هواي هنا، اطفال تمرضت، العالم تمرضت، يعني حتى الناس باعت بيوتها وهجت من وراء هذا البزل. ما له حل، ايش قد ناشدنا، ايش قد ردنا المحليه، مجالس المحافظه، ردنا توسلنا يا بسوا لنا حل لهذا البزل، ما حسوا لنا حل. هو كل المعاناه صار لنا 5 سنوات نعاني من هذا البزل. يعني هو كله ما يقارب تقريبا كيلوين تقريبا، اي كيلوين. يعني بلديه الخضر باي بعض ما انت ما مسوي هذا البزل؟ الان اقول لك والله والله انا حاج كسه تمرضت من هذا، يشهد الله شهاده، هسه طلع عندي طبع جلدي من ماي هذا، يشهد الله شهاده، طبع جلدي طلع عند هذا. المسؤولون في محافظة المثنى أكدوا وجود هذه الكارثة الصحية والبيئية في منطقة الصبية الثانية، مضيفين أن هذه المنطقة تعد من العشوائيات، وأن سبب المياه الثقيلة والنفايات من الدور التي تقع بجانبي المبزل، مشيرين إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حلا لهذه المشكلة. أرصدنا كثير من هذه المستنقعات وكذلك هذه المبازل، هنالك مبازل متروكة أصبحت مكب للنفايات، وهذا تعتبر خطرة على حياة الناس وخصوصا الساكنين بالقرب منها. إن شاء الله بس شوية الأرض تجف وتصير تتحمل آليات ثقيلة، إحنا مباشرين بالعمل، ما عندنا مشكلة. وحاليا الكميات الترابية مهيئينها إحنا، يعني أكداس ترابية هواي. مأساة تبقى قائمة إلى حين، ولا سيما وسط تأكيد السكان من عدم استجابة المسؤولين لشكواهم التي تكررت مرات ومرات من دون وجود حلول حكومية تنهي هذه المأساة.